أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم، نصلي من أجل عوائلكم إن الرب يبارككم ويحفظكم والرب يبارك ويحفظ عوائلكم. في هذه الحلقة من حلقات برامج ومواضيع في علوم الميتافيزيكس سوف نوضح لكم في أحد يعني الفروع المهمة من فروع علوم الميتافيزيكس المهمة حقيقة، كيف تحمي نفسك من الخطف والقتل، وخاصة طبعا في يعني بعض من دول الشرق الأوسط فيها الوضع غير مستقر مثل العراق، مصر، يعني ودول أخرى، وأيضا كيف تحمي نفسك من الموجات الإلكترومغناطيسية في الفضاء. طبعا يعني غلاف الكرة الأرضية الآن مملوء بهذه الموجات الإلكترومغناطيسية، وأيضا المجتمعات قادمة أيضا على استخدام ترددات الـ 5G والتي هي تتصف بسرعتها، ولكنها في نفس الوقت الآن 5G أيضا تواجه تقنية الـ 5G تواجه تعارض يعني من منظمات إنسانية صحية وحتى من منظمات تكنولوجية، مؤسسات تكنولوجية، يعني يوضحون خطورة الـ 5G أساسا على الجنس البشري، كيف تحمي نفسك من التلوث وأيضا من الأمراض الأخرى في علوم الميتافيزيكس. علوم الميتافيزيكس أخواني وخواتي تتخصص دراسة علوم الميتافيزيكس تتخصص في دراسة الإترنتي الأبدية، تتخصص في دراسة الغير محدود limitless. فعلوم الميتافيزيكس يجب أن يعني نعرف أننا عندما نتكلم لا نتكلم من الوعي الناقص، لا نتكلم من البعد الثالث، فكلامنا، لغتنا، تفكيرنا، وعينا يكون من البعد الرابع. في البعد الرابع عندما تعيشه، وسوف نوضح بعض التطبيقات، عندما تعيشه أنت في البعد الرابع، عندما تكون في البعد الرابع، تعيش البعد الرابع أي تتحد مع مكون الأكوان، تتحد عن طريق الموجات، تتحد عن طريق الفكر، تتحد عن طريق تغيير الوعي. هناك الحماية المطلقة كما تقرأ أمامك، والأمان المطلق، والصحة المطلقة، والحب المطلق، لأن هذا هو صفات الليمتلس، يعني صفات العقل الإلهي، يسمى البعد الرابع العقل الكوني، صفاته وهو الحب المطلق والأمان المطلق، السكون المطلق، الهدوء المطلق، الجمال المطلق. فعندما تغير وعيك إلى وعي الإله لا تستطيع الترددات السلبية في العالم الأرضي أن تصل إليك إطلاقا. بمعنى عندما نقول كيف تحمي نفسك، بمعنى كيف تحمي حياتك، كيف تحمي ظروفك، كيف تحمي ثقتك بنفسك، كيف تشعر بالتفاؤل، كيف تشعر بالسعادة، كيف تشعر بالقوة، فهذا نقصد به كيف تحمي نفسك. هذه الأمور كلها تكون أو تتحقق وأنت تعيش في البعد الرابع. في البعد الرابع أخواني وأخواتي يجب أن نعرف، وهذا شيء جدا جدا مهم، أن الإنسان والإله واحد، الإنسان والإله واحد، هذا شيء جدا مهم. أنا هنا عندما نعيش في البعد الرابع الإنسان والإله واحد. في هذا الشكل هناك جزئين، الشكل الأسفل هذا أنت المادي، أو نقول أنت الوهمي، أنت المادي أو أنت الوهمي. فالمادي أو الوهمي إنسان يتفاعل في العالم المادي، يتفاعل مع الظروف السلبية والظروف الإيجابية، يتعرض لظروف سلبية كأن يكون مرض، كأن يكون يعني يتعرض إلى كما يحدث في العراق خطف وقتل، وحتى في دول أخرى مصر وغير مصر
وأيضا الآن العالم كله تحت تأثير، العالم كله بدون استثناء تحت تأثير الموجات الإلكترومغناطيسية، وكما قلنا خاصة الـ 5G، ومن التلوث ومن الأمراض الأخرى. فأنت في العالم المادي تكون معرض لهذه الطاقة السلبية. العالم المادي أو أنت تقسم، أنت المادي تقسم، أو نستطيع يقسم، نقول يقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الجزء الجسدي، الجزء الجسدي من حياتك، يعني الرأس، العظام، الأشياء التي تتعامل معها، المواد التي أنت تراها وتعتقد بوجودها، هذا يسمى العالم المادي. لكن نريد أيضا أن نركز على شيء مهم آخر، وهو كما ترى محتوى شخصيتك. ومحتوى شخصيتك هو الظل الذي تراه الآن أمامك في الصورة. هذا الظل في اللون الأحمر نقصد به وعيك، وعيك الباطن، الوعي الباطن أو العقل الباطن، الذي يدير حياتك، يعني يسجل شخصيتك، يسجل انفعالاتك، وأنت تعيش في البعد الثالث، بمعنى أحاسيسك، انفعالاتك حول نفسك، أحاسيسك، انفعالاتك حول نفسك، تجاربك، آراؤك، مخاوفك، هذه الأمور، الانفعالات، الأحاسيس، هذه تخزن في الحافة، في الحافة، يعني العقل الباطن باتصاله مع العقل الواعي. فهذا محتوى شخصيتك باللون الأحمر. أنا هنا لاحظني، هذا هل تشاهد باللون الأحمر؟ يعني حولك الآن أنت تشاهدني. بالحقيقة كل إنسان لديه محتوى شخصيته حوله، هو لا يراه، الإنسان لا يراه، ولكن نقول عندما أنت تتفاعل مع الأمور السلبية، الأمور الإيجابية، تقرأ، تجارب قراءاتك، تجاربك، حتى عندما تتذوق شيء، تلمس شيء، أين يذهب هذا؟ هذه تذهب على شكل موجات، على شكل موجات تخزن في العقل الباطن وعلى الحافة، يعني حافة العقل الباطن المتصل بالعقل الواعي. فهذا العالم المادي. الشيء المهم الذي نريد أن نقوله إخواني وأخواتي، إن الموجات الإلكترومغناطيسية، ويجب أن ننتبه الآن جدا جدا مهم إلى الذي سوف نقوله، الموجات الإلكترومغناطيسية في الفضاء ومنها الـ 5G تقوم بإتلاف وتدمير، إتلاف وتدمير محرك شخصيتك أو محرك حياتك، بمعنى الترددات التي هي في تلامس مع العقل الواعي. يعني هناك حولنا الآن ترددات شخصيتنا، وهذه عبارة عن موجات. هذه الموجات مسؤولة على حركة القلب، مسؤولة على يعني تنظيم الجهاز المعوي، ومسؤولة على إدارة الانفعالات والأحاسيس والعواطف، أمواج. هذا يعني محتوى شخصيتك إذا تلف أو تدمر بسبب يعني هذه الموجات الإلكترومغناطيسية، فجسمك أيضا يعني يتدمر أو يصاب بالأمراض. هذا محتوى شخصيتك، اللون الأحمر أمامك، يحدد مصيرك في العالم المادي. يعني حتى عندما نحرك يدينا، عندما نبتسم، عندما يعني نشعر مثلا ربما بالانزعاج من شيء، هذه العواطف والانفعالات، فهذا هو كله اللون الأحمر، الغشاء الخارجي، محتوى شخصيتك. نريد أن نكرر أن الموجات الإلكترومغناطيسية في الفضاء
وأيضا التلوث والأمراض الأخرى كلها تهاجم هذا الغلاف، غلافك أو يسمى محتوى شخصيتك. فإذا نزع هذا الغلاف جسمك يتعرض إلى الأمراض، ويتعرض طبعا إلى الموت، ويتعرض إلى التلف. الآن نأتي إلى الشيء المهم، هذا الغلاف محتوى شخصيتك، هذا الغلاف عندما يبدأ بالتغير، يبدأ بالتغير ويصبح غير محدود، يبدأ بالتغير ويصبح غير محدود، فهذه الموجات الإلكترومغناطيسية والتلوث والأمراض الأخرى لا تستطيع عليك، لا تستطيع عليك إطلاقا، بالمناسبة إطلاقا، لأنها محدودة، ومحتوى شخصيتك أصبح غير محدود، محتوى شخصيتك أصبح غير محدود، فالقتل، الخطف، التلوث، الأمراض الأخرى لا تستطيع عليك إطلاقا. فهذا يكبر، نريد أن نكرر، يكبر أو يوسع، يكبر أو يوسع، يعني يتحول إلى اللامحدود. وكيف يتحول إلى اللامحدود؟ عندما تنتقل، عندما تنتقل من العالم المادي، يعني وعيك، تغير وعيك إلى العالم الإلهي أو الترددات الإلهية أو البعد الرابع أو العقل الكوني. فأنت من هناك، وكما ترى أخواني في الصور، لاحظ الأصفر، هذا الأصفر، الأصفر، أنت الآن وسعت. وعندما نقول وسعت نقصد أنه يصبح بدون حدود، بدون حدود، لكن هذا مجرد نريد أن نرمز أو نمثل الفكرة. هو في الحقيقة الأصفر بدون حدود، يعني متصل، متصل مع عقل الإله. وجسمك الآن nothing، جسمك nothing، يعني جسمك زيرو. فالذي يتحرك والذي يفكر والذي يتصرف والذي يعيش، نحن نقول هذا في البعد الرابع، هو دعونا نسميه الجسم الأصفر. لاحظ أنا هنا أتكلم في البعد الرابع، الجسم الأصفر، لاحظ الجسم الأصفر في البعد الرابع. ونريد أن نركز أن الموجات الإلكترومغناطيسية الموجودة في الجو، الموجودة في المجال الأرضي في البعد الثالث، لا تستطيع عليك وأنت تعيش في البعد الرابع. وأيضا أريد أن أكرر مرة أخرى، ليست فقط الموجات الإلكترومغناطيسية، أيضا التلوث، الأمراض الأخرى، وأيضا تحمي نفسك من الخطف ومن القتل، لأن القتل يحدث أو الخطف يحدث، يعني هذه الجرائم التي تحدث وخاصة في الدول الغير مستقرة في الشرق الأوسط، هذه تحدث لأنك تعيش، لأنك تعيش محتوى شخصية ضعيف، محتوى شخصية ضعيف. يعني عندما في البعد الثالث وقلنا أنه هذا الغشاء، غشاء الشخصية أو محتوى شخصيتك عندما يكون ضعيف، فأنت تتعرض نعم للخطف أو للقتل أو للأمراض أو للتلوث. ففي البعد الثالث، البعد الأرضي، البعد الناقص، البعد الضعيف، الإنسان، يعني إنسان معين يهاجمك. لماذا يهاجمك؟ يهاجمك لأنك أنت وهذا الإنسان الذي يهاجمك تعملون، تعملون أو تعيشون بنفس الترددات الأرضية. ولهذا نقول في مواضيعنا، لماذا يحدث الموت؟ لماذا تحدث الأمراض؟ لماذا تحدث الحروب؟ لأن التردد الواطئ، التردد الواطئ يهاجم التردد الواطئ. التردد الواطئ لا يستطيع على التردد الغير المحدود. يعني الإنسان الإلهي، دعونا نستخدم هذا المصطلح، الإنسان الإلهي، بمعنى أنت عندما تعيش في البعد الرابع متحدا
مع الإله الحقيقي، فأنت لا يستطيع الإنسان المادي، أن يهاجمك أبدا إطلاقا، فلا تتعرض لخطف أو قتل أو تلوث أو أمراض، وأيضا لا تتعرض إلى الموت. الموت هو خدعة كبيرة انخدع بها الجنس البشري، أكرر، الموت خدعة كبيرة انخدع بها الجنس البشري. كيف تتحد الآن مع العقل الإلهي أو البعد الرابع؟ طبعا الاتحاد هو طبيعتك، الانفصال هو وهمك. نكرر، الاتحاد هو طبيعتك، الانفصال هو وهمك. عندما تعيش منفصل، يعني عندما تعيش في العالم المادي، فأنت تتعرض للطاقة السلبية، الخطف، القتل، التلوث، الأمراض، الموت. عندما تعيش في البعد الرابع، البعد الثالث لا يستطيع أن يهاجمك أو لا يستطيع أن يصيبك. تتحول وتعيش في البعد الرابع، وهذا شيء جدا جدا مهم، ويسمى عندما نقول تتحول وتعيش إلى البعد الرابع بمعنى تغير وعيك. وعندما أقول تغير وعيك بمعنى الغلاف الأحمر الذي كنت ترتديه في البعد الثالث يتغير ويصبح الغلاف الأصفر في البعد الرابع الغير المحدود. نكرر، بمعنى ماذا نقصد عندما نقول تغير وعيك؟ بمعنى الغلاف الأحمر، الذي كنت ترتديه وأنت تعيش في البعد الثالث ينتهي، وتكتسب الغلاف الأصفر. هنا لاحظ، الغلاف الأصفر الغير المحدود، وأنت تعيش في البعد الرابع. أريد أن أكرر وأكرر، عندما تعيش في البعد الرابع بمعنى الحماية المطلقة، الأمان المطلق، الصحة المطلقة، الحب المطلق. دعونا نوضح، ماذا لو شخص يهاجمك بسكين أو بمسدس على سبيل المثال يعني، وأنت تعيش في البعد الرابع، ماذا يحصل؟ شخص يعيش في البعد الثالث بمعنى يؤمن بالظروف السلبية، يهاجمك بسكين وأنت تعيش في عالم، العالم الإلهي، عالم الضوء، عالم المحبة. هذا الشخص الذي يريد أن يهاجمك بالسكين، وأثناء محاولته مهاجمتك بالسكين، فالطاقة الإيجابية التي في داخلك سوف تهز الطاقة الإيجابية الكاملة في داخلك، تهز فكر هذا الإنسان المقابل الذي يريد أن يهاجمك بالسكين أو يقتلك أو يخطفك، تهزه، ومحتوى شخصيته، يعني غلافه الخارجي الأحمر يتغير، بمعنى أن الطاقة الإيجابية تهز غلاف محتوى شخصية هذا الإنسان الذي يهاجمك بالسكين، وبالتالي أما يتركك أو يعني يشعر بالتعب أو بالخوف، أو يعني يغير لا يستطيع، أو تحدث تغيرات كيميائية في جسمه، يعني لا يستطيع إطلاقا، نيفر، يعني impossible، غير ممكن طبعا، لأنك مغطى أو محمي بالقوة الإلهية. وعندما نقول قوة إلهية لا نستطيع أن نصفها بكلمات، يعني حتى الأسود، النمور، الجبال، الأنهار، الأرض، كلها يعني الطاقة السلبية فيها لا تستطيع على الإنسان الذي يكون متحدا مع الإله إطلاقا إطلاقا إطلاقا، يعني it's impossible، لأنه طاقتك تكون غير محدودة، الطاقة الإيجابية تكون غير محدودة، وهذه الطاقة الإيجابية تؤثر بل تقضي على الطاقة السلبية. فإذا نرجع ونقول تعيش في البعد الرابع عن طريق تغيير وعيك إلى الوعي الإلهي، ويتم هذا عن طريق تمارين وجلسات تطبقها أنت باستمرار. وهذه يعني الجلسات نحن تكلمنا حولها في فيديوهات سابقة، إنك أنت ترى نفسك الضوء،
فتسترخي خاصة في الليل، تسترخي عندما تكون متهيئا للنوم، تسترخي وترى نفسك أنت في مركز هذه الصورة، يعني أنت في مركز الضوء، أنت مع الضوء، لاحظ أنت مع الضوء، وهذا شيء جدا 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 مهم، هذا يسمى تغيير الوعي. فأنت تكتسب الطاقة الإيجابية الغير المحدودة عندما تعيش من عقل الإله، يعني أنت تكون الضوء، أنت ترجع نقول إلى حقيقتك، أنت تكون من انفتحت باتجاه الغير المحدود، وهناك الحماية والأمان والصحة والحب، وهناك طبعا في البعد الرابع ليس هناك خوف، ليس هناك قلق، ليس هناك تعب، ليس هناك ضجر، لأنه هذا العالم أي البعد الرابع هو ليس العالم الملوث بالطاقة السلبية، هذا العالم العالم النقي، والذي يعني هذا العالم النقي عندما تغير وعيك وتتحد معه تماما، تتحد معه تماما عن طريق جلسات البناء الإيجابي، فترى نفسك ضوء، وترى حولك ضوء، وترى كل شيء فيك ضوء، وترى الشوارع ضوء، وترى البيوت ضوء، وترى الأرض ضوء، وترى أيضا أن ضوء الله، هذا شيء مهم، أن ضوء الله يمس ويخترق كل مدينة من مدن دولتك وينظفها، وترى أن ضوء الله يخترق ويمس كل شارع من شوارع دولتك ويطمئنها، يباركها. فكلما تردد الانفورميشن تقول ضوء الله، تردد هذا الانفورميشن تقول ضوء الله يخترق كل شارع من شوارع مدينتي، ضوء الله يدخل في كل بيت من بيوت دولتي أو مدينتي ويباركها. هذا شيء جدا جدا مهم، أنت تنظر من الضوء، تعيش الضوء، تنظر من الضوء، تتنفس الضوء، وهذا لا يتم immediately، يعني لا يتم مباشرة، وإنما مهم جدا هذه الجلسات، يعني جلسات البناء الإيجابي، أنك تعيش الضوء. وعندما نقول تعيش الضوء بمعنى محتوى شخصيتك، الغلاف الأحمر يتمزق وأنت تكتسب الغلاف الأزرق الأصفر عفوا. وطبعا عندما تكتسب أنت ترددات الوعي الإلهي أيضا، هناك يعني الحكمة، هناك الحكمة، هناك الذكاء، الصبر، الثقة بالنفس تزداد، يزداد الاستقرار النفسي، الاستقرار العاطفي، لأنه في العالم الإلهي البعد الرابع الخيارات غير محدودة، يعني معجزات، هو البعد الرابع بعد المعجزات، الزمن والمسافة تساوي صفر، الطاقة الإيجابية غير محدودة، الخيرات غير محدودة، الأمان غير محدود، الصحة غير محدودة، الحب المطلق غير محدود، لا يستطيع الخوف أن يصلك، لا يستطيع المرض أن يصلك، لا يستطيع التعب أن يصلك، لا تستطيع الموجات الإلكترومغناطيسية في العالم المادي يعني أن تدمرك. كثير من المنظمات الإنسانية الصحية وحتى شركات علمية تكنولوجية ترفض يعني استخدام هذا الـ 5G، لأنه هو يعني يدمر، طبعا يعني يدمر الجسم، ويحدث وترددات هذه الموجات تحدث تلف، يعني تلف يعني للعظام وللخلايا وللعضلات، وتسبب أمراض كثيرة الـ 5G. دعونا نشاهد ما تقوله الدكتورة شارون جولدبيرغ، وهي طبعا طبيبة وأيضا بروفيسور، يعني ف gives her testimony، تتحدث حول الـ 5G، فدعونا نستمع إلى ما تقول حول مسألة الـ 5G. Wireless radiation has biological effects. Wireless radiation has a biological effect. فكل هذه الموجات، هي هذه الموجات الإلكترومغناطيسية لها تأثير بيولوجي طبعا. Period. This is no longer a subject for debate when you look at PubMed and the peer-reviewed literature. وحتى لا نستطيع أن يعني نتفاوض، أو لا نستطيع أن شخص مقابل يقنعنا.
These effects are seen in all life forms: plants, animals, insects, microbes. طبعا حتى هذه ال 5G اساسا هي تؤثر ليس فقط على الانسان، تؤثر على الانسان والنبات والارض كلها يعني، وكل الذي في الارض فهي تؤثر عليه هذه ال 5G. In humans we have clear evidence of cancer now. There is no question. سرطان في في في, ال, في الانسان تحدث السرطان، تتلف الخلايا هذه ال 5G. We have evidence of DNA damage. DNA damage لاحظ. Cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure. يعني تؤدي أيضا بالتواليا إلى إلى خلل أو عطل في في عمل القلب. Neuropsychiatric effects. So 5G is not a conversation about 5G. Whether or not these biological effects exist, they clearly do. فال 5G هي تقول يعني ليست أنه نحن نفكر هل هي تؤثر أم لا تؤثر، هي تثبت أنها تؤثر على يعني المحتوى البيولوجي للإنسان. 5G is a conversation about unsustainable healthcare expenditures. Why do I say this? We've been sitting on the evidence for EMR and chronic disease for decades. And now we are seeing all these epidemics appearing. So diabetes is the first epidemic. I think diabetes هذا أول شيء طبعا يتعرض عليه الإنسان، يتعرض له الإنسان. Most of you know the statistics. They're very scary. One in three American children will become diabetic in their lifetime, and if كل طفل من ثلاث أطفال أمريكان عن طريق ال 5G يصبح diabetic يعني. لاحظ. They're Hispanic females, the number is one in two. So what does this have to do with wireless radiation? Wireless radiation and other electromagnetic fields, such as magnetic fields and dirty electricity, have been clearly associated with elevated blood sugar and diabetes. حتى يعني تصعد أو ترفع تزيد من blood sugar. لاحظ هذه الحلقة أمامكم. فهو طبعا المجتمعات مقبلة، يعني المجتمعات مقبلة على استخدام ال 5G، ولكن هناك حماية أخواني وأخواتي يعني من هذه الموجات الإلكترومغناطيسية. هناك حماية، والحماية هي أنه أنت توسع من فضاء وعيك، تجعل وعيك غير محدود. ونريد أن نقول أن علوم الميتافيزيكس هي علوم تطبيقية، يعني هي ليست فقط نظرية، فأنت تتحد من العقل الإلهي ووعيك يتغير إلى اللامحدود. هذه الترددات السلبية لا تستطيع أن يعني تؤذيك. طبعا أيضا الشيء المهم عندما تعيش في الضوء، لأنك من الضوء ولأنك طبيعتك الضوء، هناك لديك فرص كبيرة جدا أيضا أن تتصل، وهذا شيء مهم، تتصل مع الملائكة أو الطاقات الإيجابية، مخلوقات فضائية إيجابية. عندما نعيش في البعد الرابع، عندما أقول نعيش في البعد الرابع، فنحن نتصل مع حضارات أيضا تعيش في البعد الرابع. لاحظ، عندما نعيش في البعد الثالث نحن نتصل مع الحضارة الموجودة في البعد الثالث، البشر، النباتات، الأشجار، الأرض، المرئي. عندما نعيش في البعد الرابع نحن لا نعيش وحدنا، نحن لا نعيش وحدنا، وإنما نتصل مع حضارات تعيش هي البعد الرابع، وتعيش بفكر نقي، تعيش بفكر نقي وبفكر قوي وبفكر صافي وبفكر هادئ. وهذه الطاقات الإيجابية عندما أيضا نحن نعيش معها، نتحاور معها، نتحاور معها، نعيش معها، نتحاور معها، نطلب منها، فهي هذه المخلوقات الفضائية تكون سعيدة جدا أن تدعمنا وتساعدنا. الكون بمخلوقاته الفضائية، الكون بمخلوقاته الفضائية وبعقل الله، كل ما في الكون هو لخدمة الإنسان. ولكن الذي أتى بالطاقة السلبية هو تفسير الإنسان، أحد الأسباب تفسير الإنسان الخاطئ أو جهل الإنسان بعدم فهمه لمبادئ الكون العظيمة. فهنا أنت تعيش في الضوء وأنت تعيش بالضوء وأنت تعيش مع الضوء، في الضوء بالضوء مع الضوء،
أنت أيضا عن طريق جسمك الأصفر، عن طريق جسمك الأصفر تتصل مع الملائكة أو المخلوقات الفضائية وتكون طاقة إيجابية كونية، تكون طاقة إيجابية كونية. فبعدما أنت تكون يعني عشت بالضوء، ترى بعقلك أنك تدخل في كون، ومن ثم عندما تدخل كون ملائكي، وهذا الكون الملائكي هناك كواكب، وهذه الكواكب فيها ملائكة، فأنت تبني هذه الصور لأنك الآن أنت الضوء، تبني هذه الصور أنك أنت الآن تدخل في كوكب ملائكي، كوكب ملائكي، وهذا الكوكب الملائكي تتحدث، تبني صور، تتحدث مع الملائكة وتطلب منهم الحماية، تطلب منهم الصحة، وتطلب منهم الحب المطلق، وتقول لهم إنني أنا أتيت من البعد الثالث من العالم الأرضي وأتيتكم هنا. طبعا هذا الكلام عندما تقول أنا أتيت من البعد الثالث، أتيتكم من العالم الأرضي، من هذا الكوكب، أنت لو تراجع دروسنا في علوم الميتافيزيكس، أنت فعلا الآن تتكلم وأنت فعلا الآن في البعد الرابع، وأنت فعلا الآن مع الملائكة. فالملائكة ماذا سوف يعملون؟ سوف يقومون بتوسيع الغشاء الأصفر، سوف يقومون بتوسيع الغشاء الأصفر. يعني أريد أن أوضح أكثر، لأنه أنا في داخلي كلمات، في داخلي صور لا أستطيع أن أترجمها إلى البعد الثالث. أحاول يعني أو أريد أن أوضح أكثر ماذا يحدث عندما أنت تتصل بالملائكة وتوضح لهم أنك أنت جئت من البعد الثالث، وأنت تريد أن تعيش معهم، تريد أن تتصل معهم، تريد منهم الحماية. فهنا هم أيضا يساعدوك على أن يغيروا الغشاء الأصفر، يكبروه، يعني أنت تزداد أمانا، تزداد حماية. وطبعا الآن هذه المخلوقات الفضائية بدأ الإنسان يتصل معها، مخلوقات فضائية إيجابية تحب الإنسان، تساعد الإنسان. الآن يعني بحوث كثيرة في الاتصال بهذه المخلوقات موجودة الآن يعني وتحدث. دعونا نشاهد هذا الفيديو للدكتور ستيفن جرير، لا أعرف هل تعرفوه أم لا تعرفوه. الدكتور ستيفن جرير من العلماء المعروفين باتصاله بالمخلوقات الفضائية الإيجابية، وفي هذا الفيديو هو دعاهم لزيارة الأرض، بعض من المركبات الفضائية الإيجابية دعاهم الدكتور ستيفن جرير، وله فيديوهات كثيرة حقيقة. اكتب اسمه الدكتور ستيفن جرير، ومختص لسنوات طويلة في، هو يريد أن يبني جسر سلام، مهمته يريد أن يبني جسر سلام وأن يدعو المخلوقات الفضائية الإيجابية إلى الأرض، ونكون حضارة كونية متكاملة تسودها السعادة والمحبة، يعني طاقة إيجابية. نشاهده معا، الدكتور ستيفن جرير توينز شيبس ويتنست، فأتت مركبتين إلى الأرض، وسوف تشاهد التحرك، يعني تحرك عجيب، يعني هناك خيط جميل سوف نشاهده في الفيديو، خيط جميل بداية دخولهم في البعد الثالث، لأنه يجب أن نعرف هم من البعد الرابع غير مرئيين، فعندما يدخلون في البعد الثالث في البداية سوف ترى خيط أصفر، ومن ثم مباشرة بوب يتحول إلى وهج. دعونا نشاهد الفيديو، دكتور ستيفن جرير توين شيبس ويتنست، هذا في جانوري 27th of January 2015. What is that orange?
لاحظ أنا فقط أحب أن لاحظ التحويلة هذا لأنه يأتي من البعد الرابع فهم مستغربين طبعا هو دكتور ستيفن غرير معهم يعني دعونا نلاحظ مرة أخرى لاحظ الآن لاحظ أتى ومن ثم الآن سوف يتحول إلى هذه الصورة التي سوف نراها وهم أيضا مبهورين وهو يقول يعني مجموعته هم مجموعة يقول دعونا نرحب بهم. No, that's a ship. So let's thank them for coming. Wow, and it's above the sea level. Please turn off your night scope, Charles. Off. Someone's infrared or whatever. Yeah, that's Charles. Oh. Oh, whoa. Oh, here they come. There are two. Whoever's right in the front, if you can kind of just stay low, because your head is right. You can get on your knees in front of Richie. Look at this, how gorgeous. Oh, my goodness. Okay, so I'm looking with the night scopes. There's no smoke. There's no trails. These are not flares. And oh, my okay, goodness. Okay, let's welcome them here. Oh, they're so beautiful. They're waiting for us to arrive. Whoa. Jacques, please photograph. Yeah, all cameras should be filming. So connect to them in your consciousness and invite them here. These are the golden ones I talked about. See how gold? Yeah. Because the horizon is only 7 to 10 miles depending on the conditions. So it's probably a couple miles. Everybody wow. See them? Yeah. They're so beautiful. Let's welcome their beings on board to join us in meditation. That is such a beautiful color. So you'll never forget that color. This is huge. Yeah, this is a major event. So we are grateful. So open your heart chakra and send them the beauty of humanity. And if you can see what I'm doing, you connect with your palms out like this and your third eye and your heart, making like a tetrahedron radiating our pureness and love towards them. They emerge from the sky, but they're very, very close to the ocean. They're just hovering. They're not... Whoever's just right in front of the yellow kind of blue jacket, your head's... Is that me? No, no. Yeah, you just kind of went to go down. Okay, you know what? I'm going to move. We should be filming. I am filming, but just trying to avoid... Those in front, if you can get on your knees or sit on the ground and look in front of your chairs, but stay low. Thank you. I'm just going to reposition. You need a higher tripod. No, I can bring it high. I just don't want to... Well, don't wait. Or you're going to lose it. Just keep with it. There's none of time for that. Okay, that's clear air. It just sort of vanished, the one on the right. They've stayed pretty much the same altitude, though. Wow. Let's invite them to come as close as they can. Safely. I need a time mark. فهذا الذي نقصده أنه هذه مخلوقات فضائية إيجابية متطورة جدا 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 ونحن نستطيع عن طريق البناء الإيجابي تحدثت كثيرا حقيقة حول كيف تبني البناء الإيجابي فتستطيع أن تتصل بهذه الملائكة هذه المخلوقات الفضائية الإيجابية وأن تحصل نعم تحصل على أيضا الحماية وأن تتخاطب معهم تتحدث معهم فهذه هي الأمور حقيقة التي يعني نريد أن نوضحها أنك كلما تعيش في البعد الرابع البعد الحقيقي هو هذا بعد حقيقي البعد الرابع هو البعد الحقيقي هو بعد الحياة هو بعد الاطمئنان فالطاقة السلبية الظروف السلبية بكل أنواعها يعني المرض الموت الأمواج الموجات الإلكترومغناطيسية التلوث لا تستطيع يعني أن تمسك بأي أذى لأنك أنت أصبحت الغير المحدود الذي هو حقيقتك الذي هو طبيعتك ويجب أن نعرف أن الغير المحدود أن الإنسان الغير المحدود لديه قوى غير محدودة قوى غير محدودة يعيش يعني الأمان يعيش المحبة يعيش الإبداع يعيش الذكاء والسعادة الغير المحدودة
نشكركم أخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذا الفيديو. نصلي من أجلكم ونراكم في الفيديوهات القادمة.